خطأ خطأ. و خلينا نشوف طبعا هسه احنا هو سؤال شوف سهل ولكن لربما انتم ما قاعد تنتبهوا له، بس يطلع واحد احتمال راح نعرف ان شاء الله. ودينا شو تقولين؟ سعيد. سعيد برافو علي دينا اخذته هسه فهم. تفضل استاذ علي ويلا شوقي وخلي نروح. دينا زوجتك احسن من عندك بهواي. عافيه دينا عافيه دينا. ومينا ورده مينا يلا مينا شو تقولين عمو؟ سعاد. ها سعاد سعاد اشتقتي لي اسم اخر؟ سعدون. يا ها سعدون سعدون خلي نشوف سعدون. نعم اسم رجل اشتق لي اسم رجل من اسم سعد. قلنا شنو؟ سعيد وسعدون و سعدان نوري سعدان 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 سعدان. ليش تضحكون؟ لا لا سعدان لا ما يخالف سعدان بس هم ضحك. ليش ضحكتوا؟ يعني اسم شويه مو مألوف. ما مألوف انت قلت لي رجل سعدان. اي هو رجل اي سعدان لا صحيح عندك. نعم سعدان خطا. وضحك وتعرف ليش؟ لان سعدون يعني القرد. سعدون سعدان لعد شنو؟ يعني ما تروح الا على سعدان. اسمه قالوا اسماء حلوه سعيد وسعدون وسعدي سعدي صح. واحد اثنين ثلاثه باقي اربع احتمالات خلينا نشوف. انتوا ايضا ركزوا وياهم دائما لا تخلوكم خارج الجو ويا 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 الاسئله. شو تقولين دينا؟ مسعود. مسعود نعم مسعود مسعود اسم موجود وبقوه. مينا ها سعد باعي باللائحه شنو؟ سعد سعد رد اسم رجل مو امراه دير بالك. سعيد قالوها سعيد طالع. خطأ. هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثاني انتوا عليكم ان تفكرون وتتفقون على اسم. باقي ثلاث اسماء خلينا نشوف. سعيد سعدون مسعود سعدي. يلا نوري الا رجل مو اي يلا ترى وقت ما عندك نور. اسعد. الله اسعد. لا تحكي بعد لا تحكي لا تحكي بعد لا تحكي بعد لانه الوقت راح راح وحكيت اي بعد ما اسعد اول. الان نروح مع العمري.